احنا من ابناء البصره ابناء الاحتياط، صار لنا 7 سنوات وهاي ملينا بعد ماكو صبر. احنا ابناء البصره اولى بالتعيين، اولى من جميع المحافظات، سريه عفوا وكربله ومحافظات بغداد. وين البصره مضمومه؟ انا 1500 نفر شاهدهم من بغداد، 1500 نفر ما بين اختصاصات، ما بين هندسه، ما بين عمال، يعني ما اعتقد البصره ما بين عمال، ما بي ما عندكم كفاءات، ما بيكم كفاءات، ما بيكم هندسه، ما بيكم كلهم، واقل واحد منكم معهد سواق ماكو. الله اكبر، الله اكبر، احنا في كل فتره نجي نراجع المكينه يقولون لا والله ماكو، ما عندنا احتياط، وبالاخر نسمع ونلقى كتب تعيينات. الظاهر يعني الجماعه اللي قلنا مغذي ممكن نعتصم، بامكاننا نوضع خيم ونعتصم اذا ما حققوا مطالبنا. مظاهراتنا مستمره لحين تحقيق المطالب. والله العظيم الشركه النفط كتبوا هنا النفط لنا، يعني لا حد يتجاوز علينا النفط، بس انه التعيينات، بس انه ماكو غريب يجي من بغداد من الناصريه غصبا عليه، وابن البصره ما هو يتعين. 7 سنين قاعد بانتظار، صار 7 سنين قاعد بانتظار، وانت ساكت ما درت بحالك.